لا لا خداك، مرحبا بكم معايا ومرحبا بكم عندي ومرحبا بي عندكم. صراحة فنانة تبارك الله، جد متخلقة وفنانة بكل المقاييس. الله يعمرها دار. تعاملنا مع بعضياتنا وكان كان الحمد لله انسجام، وكان داكشي اللي بغاتو، وكان داكشي انا اللي بغيتو. وهادشي اللي كاين ان شاء الله. اولا العريسات مساله تعامل، لان انسان كيبغي شي حد اللي يرتاح ليه، وبما ان الناس جربوا خدموا معايا مره وجوج ثلاثه وكاين شي كيشكر لشي، راكم عارفين العالم صغير والناس كتتكلم، الحمد لله سمعه زوينه. وبالنسبه للميك اب، كاين الناس اللي واخده الميك اب بشكل ماشي الشكل الصحيح، لان الميك اب هو نبرز الملامح، يعني نخليك انتيا مثلا انتي كيف ما انتيا، غير هو تبني. انا كميك اب بالنسبه لي ك يعني باي اكزامبل، يعني نخليك برانسيس ماشي نردك مثلا بحال بوبي ولا جنيه او لا نجيرك او لا ندير لك شي الوان. كنبغي ديما العروسه تكون سوفت، تبان كلاس، تبان مكياج نقي اكثر ما هو كثير، ويكون الملامح ديالها مبروزه. ماشي شكون هي هادي، شكون هادي اختي، شكون انت؟ لا يعني عروسه كتبقى هي كيف ما هي، غير كيتبدل شويه وصافي. مثلا الفنانه اسماء المنور، كيف ما سبق لي ديما كنتكلم عليها في جميع اي لقاء صحفي، كيعجبني الميك اب ديالها والحلات ديالها، و زعما ما نقدرش نذكر الفنانات اللي فريمون ماكياج كيخلع، هما زوينين بلا ماكياج. واش كيكون هما اللي كيختاروا داك الماكياج، ولا دوك الناس اللي داروا لهم ماكياج هما اللي كيفرضوا عليهم داك الماكياج، ما عرفتش. مهم اللي غنتكلم هما على من ارقى الفنانات اللي شفت، زعما مغربيات، اسماء المنور، لطيفه رأفت، بزاف اللي جي نذكر ما غنساليش. زعما فنانات تبارك الله في المستوى، بكل المقاييس. بالنسبه للعروس، الا ما دارتش مثلا سيرتو دوك العروسات اللي تيكونوا ما كديرش ماكياج بزاف، انا الا ما درتش شفار نهار عسى ما تقدرش ديرهم نهار اخر. هذاك نهار عرسك هو لي سي باسي ديال الميك اب وديال اي حاجه عمرك درتيها، كديريها وكتجربيها. بالنسبه للعيون الصغار، كاينين الشفران اللي هما كيوالموا العينين الصغار، وكاينين الكحل. مثلا الكحل اللي كيوالم العين الصغيرة، يعني ماشي ضروري بالضروره نديروا كحل بالكحل، يعني نقدروا نديروا لها كرايون مثلا بالبيج او لا بالمارون بارد باش يبين ديك مكحله ما مكحلاش. ماشي ضروري اننا نكحلوا لها العين باش تسمى. كاينين ناس كيجي معاهم مكياج كيسموه مكياج عربي اللي هو كحل، كاينين الناس بعض الاعيون اللي كتجي معاهم مكياج عربي، وكاين الناس اللي لا، كاينين الناس اللي لا. وكنفضل انا الناس ما تزعمش على الكحل بزاف، لانه صعب، خاصو انسان يكون بروفيسيونيل باش يخدم بالكحل. صراحه يعني كيبقى معنا زعما في هذه الاونه الاخيره، عرفنا ان مكياج نيود هو اللي كيجي زوين. يا كنديروا مثلا العينين شويه تخو شارجي وكنديروا نيود في الفم، يا كنديروا مثلا كيف ما دايره انا مكياج سامبل في العينين، غير اينينر وماسكارا، وكنديروا غوج على ليف. هذا هو المكياج لي طوندونس. كيبقى غير مساله كل وحده كيفاش كتبغي راسها تشوف راسها، ولكن انا بخفر ان البنات يديروا النيود اللي ما غيندموش عليه، لانه واخا ترجع تصورها 100 عام قبل غتلقى راسها زوينه. كننصح النساء بصفه عامه انها تهتم بالبشره ديالها في الشتاء اكثر، لان الشتاء كيكون الوجه ديجا تعرض للصيف بزاف، الشمس بزاف الحوايج. وكنبغي زعما نقول لهم انهم يتبعوا ماسكات دابا، مقشرات طبيعيه او غير طبيعيه، يعني ديال ديرماتو او باغا او كوزميتيك المناسبه للبشره ديالها. والترطيب كنصح ان زعما كنركز على الترطيب، يعني على حسب نوع البشره اللي عندك، ترطيب كريمات ليليه طبيعيه او لا، مهم ترطيب، لان البشره دابا كتولي جافه في فصل الشتاء.
وهادشي اللي كاين. يعني كنتمنى انا البنات كلهم يهتموا يعني وصفات طبيعيه او مثلا تبع مع طبيبه اخصائيه، مهم تهلا في البشره ديالها في هاد البيريود هذه.